نشاط الكرة الصفراء على موعد متجدد مع سابع بطولات سلسلة الماسترز للألف نقطة. بطولة سينسيناتي المفتوحة بجوائزها المالية المغرية ونجومها الكبار. تعب بالإثارة والندية في فضائها الرحب الذي شهد تتويج 9 من المصنفين السابقين العشر الأوائل في العالم على لقبها الغالي. تتابعون منافساتها وأحداثها حصريا على قنوات الجزيرة الرياضية اليوم في الأوقات التالية.